ريحته فظيعه. الكبسه اللي جنبي دي كبستني من جوانا. استاذ عماد مبسوط النهارده قاعد كده ملعلع على كاميرته وانا لابس الحته الصفرا. اخبارك ايه؟ ازيك يا شريف؟ كويسه؟ تمام الحمد لله. منور. عامله ايه في شعرك بقى؟ رينساج. ده بتبقى حته صبغه على حته شامبو على شويه اكسجين وبيتقلبوا كده مع بعض وشويه ميه خفيفه. تعالي مره اعمليه هنا. اعمله لك. انا اصلا شفت كان شعري كان عامل لون. بص اهو. هو بصراحه لا شعرك شكله حلو قوي. واللون مختلف. اصل مع الشمس والميه بتاعت البحر والبسين بتفتح. اروبا. اروبا اروبانا غير عاديه. هي شكلها سنه كده بس اروبا. بص عامله ازاي؟ بص الاربانا. اعملها كلوز. بص الاربانا. اروبه الشارع. صح. طيب ايه ده؟ دي كبسه بس بالمكرونه ودبابيس الفراخ. يعني مش كبسه؟ لا نفس الخلطه بتاعت الكبسه بس مكرونه دبابيس. الرز؟ ايه ما احنا جددناها، ما احنا لازم نطور شويه. مش طور يا اختي، السعوديين هيزعلوا مني. ودي ايه؟ ودي محمره فلفل مشوي مع المفروض بيتعمل بالعين الجمل بس احنا عاملينها بالسوداني. اوكي. ودي حلاوه القرص. حلاوه الرز. يلا قول لنا الكبسه. نبتدي الكبسه. نص كيلو دبابيس فراخ ونص كيلو مكرونه، حبتين بصل مفروم، كوبايتين عصير طماطم، اربع معالق كبار صلصه طماطم، فصين ثوم عود قرفه، ثلاث حبات ليمون ناشف، فصين حبهان ورق لورا، فصين مستكه، معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره كركم، فلفل حامي، ومكعبين مرقه. اوكي. هنيجي هنا في الطاسه بتاعتنا. احنا المعازيم وسعنا السكه. نحط شويه زيت كده حلوين. وقلنا كمان كام كرسي ودكه. اهو. فاكره الاغنيه دي؟ ننزل بقى البصل. كميه كبيره من البصل. بس الطاسه كانت سخنه شويه. اهي. وبعدين ايوه ننزل الثوم اهي نقلب كده. وبعدين احنا عايزينه بس يا دوبك يدبل كويس. بعد ما يدبل بقى هنحط ده الليمون الناشف والورق اللورا والقرفه والستيكه والقرنفل. ماشي. وفصين حبهان نقلبهم كده. الريحه الحلوه دي حرام عليك. نحط بقى دلوقتي كمان التوابل بتاعتنا اللي هي الكركم والكمون والبابريكا. نقلب. احنا حاطينهم دلوقتي عشان يطلعوا كده ايه الريحه بتاعتهم الحلوه دي. شويه ملح وفلفل بقى يا شريف لو سمحت. عينيا فراغ. فلفل حامي. فلفل شطه. ايوه. ودول مكعبين المرق حطيناهم. الدبابيس بتاعت الفراخ بقى احنا منغزينها كده اهي. من ايه؟ منغزينها. وهننزل بيهم دلوقتي يتقلبوا كده. وبعد كده ننزل بايه؟ ميه؟ لا هننزل دلوقتي دي طماطم معصوره كميه اهي وصلصه الطماطم. هنحتاج بقى ايه الميه اللي في الغلايه كده. حاضر. نقلب دول كده مع بعض. احنا المفروض نستنى لغايه لما الفراخ تستوي نص التسويه بتاعتها، يعني تبقى خلاص قربت ان هي تستوي. فهو لسه بدري عليه. ان احنا نغطيها ونسيبها شويه، كويس؟ بعد ما بنغطيها. يعني بعد ما تستوي هنغطيها بالميه. احنا انا بحب ان هي تستوى في الصوص ده والبهاريز دي، لان هي هتنزل ميه اصلا الفراخ. هنهدي عليها النار المفروض وتستوي. بعد ما تستوي بنقوم حاطين المكرونه. اهي. ونغرقها ميه. ونحط عليها الميه. لو عندنا مكرونه مسلوقه تمام اللي موجود اللي متاح يعني. بس هي كلها بتتعمل في بتتعمل كلها في حله واحده وسريعه والطعم بتاعها حلو جدا. شكلها حلو بصراحه. بس كده. دي اول اكله بتاعتنا. لذيذه جدا. بس كده نغطيها؟ نغطيها بالظبط لغايه ما تستوي. طب تاني اكله معانا المحمره. مقادير المحمره يا ولاد اتفضلوا. اربع حبات فلفل احمر حلو، نص كوبايه فول سوداني، حبه بصل، فصين ثوم، ثلاث معالق كبار دبس رمان، ربع كوبايه زيت، اربع معالق كبار بقسماط ناعم، معلقتين عصير ليمون، معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره بابريكا. اوكي. تعالى بقى هنا نحط في الكيتشن ماشين بتاعنا. استنى بقى اما نفتح البتاع الحلوه دي. البصل والثوم والسوداني عايزين دول يتفرموا. عايزينهم يتفرموا اهو. يلا
حطينا ايه؟ البصل والثوم والسوداني. بصل وثوم وسوداني. وسوداني. نعم فول. هننزل دلوقتي ايه بقى ده؟ ده فلفل مشوي. بص بصي وريهم لهم كده اهو، تعالى نشوفه كده. فلفل مشوي، فلفل مشوي ده ايه؟ بنقطع الفلفل وبخد زيت بسيطه او رشه زيت بسيطه وندخله الفرن، بيقعد حوالي نص ساعه في الفرن. فلما نيجي نطلعه ما بيبقاش فيه ميه كتير. اوكي، هنا حطينا سوداني لانه الارخص. ممكن بقى ناس تحط فستق، عين جمل، المتاح، كل واحد وامكانياته. اهو ده الفلفل، وهننزل عليه بالتوابل بتاعتنا اللي هي الكمون والكزبره والبابريكا، وهناخد معاه معلقتين بقسماط عشان ايه؟ عشان الميه اللي هي الفاضله برده في الفلفل تعظم. بالظبط. حاجه تانية هنحط بقى دبس الرمان. يلا ده حلو ده، بعد كده ده خلاص كده بس كده نغمسه بقى ونحطه جنب الاكل. ممكن يتاكل مع الجبنه على فكره، بيبقى حلو قوي مع الجبنه. وادي ال قولنا من اول كده عملنا حطينا بصل والثوم والسوداني اتفرموا، وبعد كده نزلنا بالفلفل المشوي ومعاه التوابل اللي قلنا عليها، الكمون والكزبره والبابريكا، وزودنا دبس رمان ومعلقتين بقسماط. بس يطلع بقى نرش شويه زيت كده على الوش. نغرف. ممكن يتقلب كمان تقليب. نضرب كمان ضربه سريعه. حلو قوي. اخبار ال لسه بدري بس ممكن نشوفها اهي. ممكن نشوفها اهي. هاتوها لنا الكحكة. اوه شكلها حلو. استني بقى نغرفها قدامهم. نغرفها. نوريها للناس لان شكلها مغريق جدا. تتاكل مع حاجات كتير قوي. ممكن نقلبها هنا وبعد كده ناخد منها. عايزه تقلبيها؟ اه. ماشي حاضر. بس كده. احنا المعازيم وسعنا السكه، هاتوا لنا كمان. مش عارف الاغنيه اللي بغنيها دي انا سمعتها فين؟ فين؟ انا مش عارف. انت عارفها؟ لا. احنا المعازيم وسعنا السكه وهاتوا لنا ده ايه، بتاعت افراح ولا ايه دي؟ كم كرسي ودكه؟ فين؟ بتاعت افراح؟ لا اكيد. لا مش، لا دي كانت حاجه كرتون زمان في الغالب. جوهري انت فاكرها؟ معازيم يبقى في افراح؟ ما انتوا بتسرشوا عليها. ممكن الكبار يبقوا عارفين. استاذ عماد فاكرها دي؟ احنا المعازي مين؟ الفور ام؟ الله، كانوا بيغنوها؟ مع دبدوبه التخينه هما اللي كانوا بيغنوا دبدوبه التخينه. احنا استنى نسيب نحط الليمون، ممكن نحط على الوش دلوقتي. وسعوا لنا السكه وهاتوا لنا كمان وشويه الزيت. الفور ام دولت كانوا حاجه جميله. الله يرحمك يا استاذ. ممكن نزود بقى للزينه شويه دبس رمان على الوش. بما ان احنا ذكرنا الفور ام، فانا طبعا الفور ام دول بالنسبه لي حاجه جميله. والله يرحمه دكتور عزت ابو عوف، عمري في حياتي ما التقيت بيه بس بحبه قوي قوي. كنت اللي التقيت بيها بقى دعاء، وكنت هي مره كانت ضيفتي في بيت شريف زمان على التلفزيون المصري، وانا كنت ضيفها في برنامج كانت عاملاه عن الام المرحومه الاستاذه مها ابو عوف. تجنن يا جماعه الست دي، كانت راقيه رقي وبتربيه تربيه راقيه بطريقه غير منطقيه. اه جميله. اه انا بقى رايي ده نحط عليه زيتون اسود ممكن، او زيتون اخضر. او زيتون اخضر بصراحه شكلها حلو قوي. طيب احكي كده الناس عملنا ايه لغايه دلوقتي. احنا عملنا كبسوله المكرونه بدبس الفراخ وعملنا محمره. الله، ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا حلاوه الرز. حلاوه الرز؟ اه ماشي. بعد الفصل نسمع حاجه بقى للست ام كلثوم. يلا نتسلطن بقى بصوت مؤمن خليل بقى. يا ملك السلطنه. ايوه شوفي فرحانه ازاي. حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه؟ يلا بينا. اللي انت جاي تقول ليه؟ علشان انا بهدي الاغنيه دي. هو ضحك ليه؟ هتلاقي كله بيضحك في سره اصلا. لا على راسه بطحة. بس كده. انت ما ينفعش تقطع على الكاميرتين دول مع بعض في نفس اللحظه، يعني تدوس كده على جوه عندك كده فيس فيس فيس. بص ده وبعدين هنا اهو، هنا هنا ما تخافش، وبعدين هنا اهو، هنا اهو. حبيبي وبعديها فاصل.
بينا. انت ما بينك وبين الحب دنيا 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 ما بطولها ولا حتى في خيالك. اما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت فين والحب عندي بقى مشكله نفسيه مؤرقاني هذا الوقت من الساده دايما بعد الشر. ان انا بقى ماشي في العربيه مولع تكييف والناس واقفه في الشارع بتتحمص، انا ببقى محرج جدا مش عارف اعمل ايه. طب تصدق وانا جايه في الطريق نفس الحاجه دي فكرت فيها. انا في حاجات كتيره في الحياه بعملها ببقى محرج، يعني دي من الحاجات اللي مثلا ببقى مش عايز ابص، يعني اعمل كده اهو محرج واقول يا رب ارزقهم بالظبط، يعني وعوضهم. زي مثلا ما اروح مثلا برضو مكان ممكن اكل اتعشى او كده ويبقى الفاتوره غاليه شويه، ببقى مكسوف جدا ومحروق من الجرسون، يعني ببقى تقول طب شويه ممكن شويه وتيجي، يعني عشان مش اللي هو يعني طب ثانيه واحده على طول. الكلام بقى ده انا بوجهه لمين؟ لحبايبنا كده الشابات البنات والولاد اللي بيطلعوا يقولوا الحاجات اللي ايه اللذيذه دي. في برضو واحده كده كانت عامله، هو انتوا بتعملوا الفيديوهات دي يا حبايبي عشان تتشهروا
ولا انتوا بتعملوها؟ انا عايز افهم والله العظيم، حد بس يقول لي. يعني انتوا زي البنت برضه اللي طالعه تقول انتوا عارفين الكابانا، او انا ما اسمهاش كابانا، وانت عوجه بقك اصلا اسمها كابانا بالبي مش بالبي، كابانا. انت بتقولي كابانا، هي اسمها كابانا مبدئيا. فانت روحي صلحي لغتك اللي انت طلعت تتمنظري بيها قدام الناس وتعالي اتكلمي، ده رقم واحد. رقم اتنين حبيبتي في احراج، مش ضروري نقول الجاكوزي هنا والشوايه هنا، انت مش محرجه؟ وتقولي اليوم بسيط قوي مش عارف بكام الف جنيه، عيب. في اصول. يعني احنا عايزين بقى الفيديوهات دي تخف شويه، عشان ده انا بالنسبه لي ده بس هما البنات والولاد عمالين يقلدوا بعض، يعني كل واحده بتطلع فيديو والثانيه بترد. كلهم اطفال اصلا. وطلعت شفت اللي طلعت قالت الجزمه ب 28 بس. بس حبايبي انتوا طالعين تقلدوا بعض في ايه؟ ده بتتفاخروا بايه اصلا؟ انتوا اساسا يعني ما يصحش. يا ريت اهاليكم بقى يشوفوا الفيديوهات دي ويمسكوكوا كده يلجموكوا شويه، عشان العيال دي خطر على الامن القومي المصري. دول بيعملوا فتنه في المجتمع. ده مش هزار. طبعا في ولاد تانيين بيتفرجوا عليهم يقولوا ايه ده، بختهم. فدولت عيال بتعمل فتنه في مصر. لموهم بقى ولا شوفوا لهم حل. ما هو ده اهاليهم مش عارفين يلموهم، هيقولوا لنا مشكله في بلدنا، احنا مش عايزين ده. بس المشكله ان هتلاقي الاهل نفسهم برضو بيعملوا الحاجات دي قدام بعض. من عارف دي للاسف. فالعيال طالعه كده شايفين الاب والام بيعملوا كده، هيطلعوا كده برضو. خيبه. ايه ده؟ حلاوه الرز. حلاوه. ودي عليها ورد بجد؟ الرز دي ورود بس دي هتتاكل؟ ولا نشيلها؟ لا هنتاكل، ده الورد ده بيتاكل يا شيخ. ماشي. طب قول لنا المقادير بقى. طيب. سهله؟ قوي قوي. هنحتاج كوبايه دقيق رز، وكوبايه سكر، اربع كوبايات ميه، كوبايتين موتزاريلا، ومعلقه كبيره نشا. بس كده؟ بس كده. لذيذه. لذيذه قوي. لذيذه في اللذيذ. ودي شبه حلاوه الجبنه. حلاوه الجبنه. ماشي. ممكن الميه؟ طبعا. هنحط الاول؟ لا مش هنا. هنا. سوري. طب طاسه كبيره. طاسه. ميه. هنحط فيها ميه. المقدار اللي احنا قايلين عليه، يعني هنفضي كل في الكتل. ده قد ايه كوبايه؟ لا دول اربع كوبايات. اربع كوبايات، اوكي. اوكي. هننزل هنا ده الدقيق بتاع الرز والسكر. هنخلطهم هنا مع بعض عشان لما نيجي نحط دقيق الرز على النار ما يتكتلش. يعني السكر بيمنع ان هو يتكتل مع الميه. طب استنى دقيقتين اخلص اهو. نقلبه كده كويس. طب انا هقول لك ازاي كده، يعني بيسالني سؤال اجاوبه ازاي؟ ده المخرج يعني انا اجاوبك ازاي دلوقتي يا جوهري؟ قال ايه؟ انت سامعاه؟ لا مش سامعاه كويس، سامعه صوت بس مش سامعاه كويس. دلوقتي عشان احنا طب انا هقول. بص هننزل كده بس وهقلبهم لغايه لما تقول لي قال ايه. هقول لك، هقول للجمهور. دلوقتي احنا طبعا بنقعد هنا اليوم كله نصور في الحلقات. فدلوقتي بيسالوني بقى في ودني تاكل ايه؟ وانا بذيع. طب اجاوبهم ازاي؟ اقول لهم يعني هاكل ايه؟ يعني ولا هتجننوني. لا اصبروا بقى لغايه ما خلاص الفقره. استنى استنى والله هيودونا في داهيه. احنا في هذا البرنامج بنتعامل بشفافيه مع الجمهور. أيوة. وبطبيعيه غير منطقيه. خلينا براحتنا كده، يعني مفيش كتب الاعلام ما فيهاش اللي احنا بنعمله ده. ايوه عشان كده الناس بتحبنا. الحمد لله. اهو بص بقى احنا بنقلبه. بص انا اكتشفت بقى حب الناس يوم ما كنت بذيع في العالمين. بصراحه يعني اول ما دخلت اتخضيت، لقيت الناس كلها بتسقف لي وحاجات كده، قلت الله. متفاعلين جدا معاك. ما شاء الله. احنا نهدي النار شويه. اقفليها ليها بقى. انا خليتها ثلاثه. برضه المصريين شعب لذيذ وحبوب قوي 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 قوي. احنا نقعد نقلبها كده شويه لغايه لما ايه؟ لغايه بص ده. بصي بص لغايه لما ايه؟ لغايه لما نيجي نعمل كده ما يرجعوش بسرعه. ما بترجعش اصلا. ايوه ما احنا بقول لك كده ما يرجعش. هتحطي عليها ايه بقى؟ اهي هنحط بقى دلوقتي النشا. لا لا كل ده على النور هنا. بس عايز اقلب النشا تقريبا هنا وننزل بيه حبه حبه ونقلب. الله ماشي. وبعدين استنى بس لما نقلب كل النشا. دي اكله جديده خالص مش فاكر. وشبه حلاوه الجبنه. دي يعني ممكن ناخدها ونفردها على. انت عارفه حلاوه الجبنه بالنسبه لي بحبها. انا بحبها قوي بس بحب شويه الورد. انا بحب شويه الورد. لا انا ما عنديش مشكله، هي تقيله قوي عشان القشطه، بس هي نفسها مش تقيله. ممكن شويه ميه بسيطه يا شريف لو سمحت. بسيطه
اهو اديني بقى الموتزاريلا كده. هتبقى بتمط وتفط كده وايه ما حصلتش. هتنزلها بس كده. يلا نقلب بقى. خلصنا. شفت؟ بس انا عايزه اوريك لما كل الحاجات دي تخش بقى في بعض هتبقى الشد عامله ازاي. انت عايزه تغرفيها؟ ماشي اجيب لك تغرفيها في ايه بقى. دي عايزين حاجه ملونه كده مختلفه وما يكونش لونها ابيض. كاسات من دي. يلا ممكن احطها في حاجه كده. انا بحب دي بقى تتاكل وهي دافيه كده. تبقى حلوه كده. احنا عايزين الشتاء يجي بقى شكلها مش معقول. لا الشتاء هيتاخر شويه. هو قال لي ان هو يتاخر. لا قولي له يجي بسرعه شويه عشان احنا اصل انا كان بحب الشتاء. انا بموت في الشتاء. وما ببردش الحمد لله. خدتوا ايه يا بتوع الصيف؟ عايزين الصيف يجي. تلزيق تلزيق بص تلزيق. بص بص يا الله. لا اعملوا لنا كلوز. ايوه بص بص بص. ونغرفها في حاجه زي كده ونزوقها بالقش. تجنن. احكي لنا عملتي ايه النهارده؟ عملنا النهارده كبسه المكرونه مع دبيس الفراخ ومحمره وحلاوه الرز. شكرا شكرا. بالعكس. شرفتي شرفتي يا دعاء العطار. بشكر دعاء العطار على الحاجات الحلوه دي. الفقره الجايه هيكون معانا فيها مهندس محمود جلال مدير مبيعات التعاقدات الخاصه والمشروعات بالنساجون الشرقيون، وبنشكرهم مره ثانيه على السجاده الحلوه اللي جابوها لنا هنا في الشارع. هنسمع بقى دلوقتي. هنسمع ايه؟ هنسمع ايه؟ انت هتغني ايه؟ هنغني فوق غصنك يا لمونة. ايوه فوق غصنك يا لمونة للموسيقار فريد الأطرش. شكرا. مزيكا. غصنك يا لمون لكتب بدمع العيون. فوق غصنك يا لمون لكتب بدمع العيون. روحي هيمنة لحبيبي ويلومونا. ايه اللي يلومونا؟ فوق غصنك يا لمون لكتب بدمع العيون. روحي هيمنة حبيبي ويلومونا. ايه اللي يلومونا؟ يا لمونة يا حياتي يا رفيقة ذكرياتي. يا لمونة يا حياتي يا رفيقة ذكرياتي. لا تزيدي في قهاتي هاتي ماضي الحب هاتي. ورجع الماضي الحنون والأحباب اللي نسونا. رجع الماضي الحنون والأحباب اللي نسونا. روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا. ايه اللي يلومونا؟ فوق غصنك يا لمونة لكتب بدمع العيون. فوق غصنك يا لمونة لكتب بدمع العيون. روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا. ايه اللي يلومونا؟ برافو.